أينما كنتم وحيثما وجدتم أمام مقر سفارة جنوب أفريقيا بترافالغار سكوير بلندن. كما ترون يعني العلم أنزل العلم احتراما لوفاة الزعيم مانديلا. هذا جموع المعزين في سفارة جنوب أفريقيا لغشي كبير. حبينا نصوروا يعني الناس يحبوا مانديلا هكذا يعني. السلام عليكم خوتي الجزائريين، خوتنا المغتربين، خوتنا في الداخل والخارج، نسلم عليكم بدون استثناء. اليوم رانا امام مقر سفارة جنوب افريقيا، جينا احتراما لهذا الرجل العظيم كانسان كجزائري مسلم اعزيه يعني بمناسبة وفاة الزعيم الراحل، ونحطوا الورد على بين الذين قدموا ظهور لتعزية الزعيم الراحل نيلسون مانديلا. نيلسون مانديلا هو الأخ الجزائري عبد الرحيم المعروف في فانزبري بارك. خوي عبد الرحيم السلام عليكم. خويا صالح وعليك السلام. كيما راك تشوفك تشوف الغاشي لاشان طويلة بالك يحتمل الور خلاص من هنا. انا راح نقول لك يعني انا في حياتي ما قدمتش ورد لواحد ماتوا على بالي بلي ما راح يضروا ما راح تنفعوا. كمسلمين احنا ثاني ما تربيناش على هذا، ولكن من ناحيه الشخصيه تاع الانسان وما قدم من اجل الانسانيه، انا يا خويا راني نهدي له الورده هذه هنا كيما راه معزي وكاع الناس، ونستعرفوا به كرجل يعني قاوم يعني سبحان الله يا صالح 27 سنه حبس اي تقريبا نص في عمره في السجن من اجل الانسانيه. هذه انا نقولها وانا نزيد هذا الجست هذا اللي راني ندير فيه يعني ماذا بينا يشوفوه الناس السياسيين في الجزائر ويحاسبوا رواحهم واش قدموا هذا ابو جرا السلطاني والويزا حنون وغيرها يعني واش قدموا للشعب الجزائري واش قدموا من اجل الانسانيه هذا واش. ذات سيد السلام عليكم. Sholosa, 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 Sholosa,
Thank you.